السلام عليكم الاخوان، كيدايرين بخير؟ اهلين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ان شاء الله. ما صورتش اليوم، اليوم في الطوموبيل ما صورتش. بعض المرات كنكون عرفتش كيوقع ليا، كنكون تكون شواك، تكون شي سمارة ولا هادي كتخرج صافي، كنشد الطوموبيل كنزيد النيشة للدار، ما كتكونش عندك الكانة. ما اليوم موضوعنا مهم جدا بزاف، واش نقول لكم؟ الموضوع اللي نهضر فيه بصراحة ما عنديش معطيات بزاف، ولكن غادي نحاول ديما نهضر لكم على سميتو، على المسلمين هنا في اسبانيا، كيفاش كيعيشوا المسلمين الشعائر الدينية. اسمحوا لي، الشعائر الدينية ديال المسلمين، كيفاش فين كيصلي، واش كاين مساجد ولا ما كاينش، واش الشعائر ديالهم كتحترم، واش شنو كيقول القانون الاسباني في هذا الموضوع، شنو المهم نهضر لكم لهنا، لهاد المدينه اللي فيها انايا. ما نبعدش، من الاحسن نهضر على هاد المدينه هذه باش ها نتوما نقلب ونخليكم شويه تشوفوا ونكملوا الحديث ديالنا. هذه جرده، هذه اقدم جرده في هاد المدينه هذه، ما عرف بدايه القرن العشرين نهايه القرن 19. كما قلت لكم نهضر لكم على هنا على المدينه هذه، حيت ما الا مشيت بعيد ما بقى هنا. يا سيدي كان واحد الجامع فين كيصليو، اول حاجه فين كيصليو هنا المسلمين بزاف، اغلبيه ديالهم مغاربه، كاين مغاربه، كاين السنغاليين، كاين من مالي، وكاين داك الشيء قليل من نيجيريا، وكاين الجزائريه، والتوانسه والمصريين راكم عارفين قلال بزاف هنا. فين كانوا كيصليو؟ شوفوا كتشوفوا لهاد داكشي اللي كيبان لكم، المهم ذوك الجوايه تما كان اش كانوا دايرين، كان عندهم كراج، كانوا كراج كبير، ما عرف واش فيه 200 متر ولا 150 متر ولا 300 متر ولا 400 بالضبط، والله ما نعرف شحال فيه. تما فين كانوا كيصليو الجاليه المسلمه؟ باش جيت انا اول مره، باش جيت انا في 2004 شهر 4 لا شهر 4 2004 جيت انا اسبانيا، ولكن المدينه في شهر 6 جيت، من بعد شهرين جيت لهنايا. كانوا كايرين كراج في واحد الشارع زنقه عاديه، زنقه ضويقه، كانوا ربما كانوا كايرين غالي ما نعرف في الاخر. المهم تما كانوا كيصليو، انا كنت كنصلي تما. من بعد اش وقع؟ ما قال لك اسيدي سد، ملي انا بقيت نسولو داك الشيء قال لك انا كيفاش علاش تسد؟ قال لك اسيدي ما لقاو باش يخلصوا الكرا. فاجاتني انا هاد القضيه هادي، رغم انه كاين هما اللي مكلفين بالجامع وداك الشيء والاصدقاء ديالهم كلهم لاباس عليهم، كلهم عندهم بيع وشراء، كلهم جزارات يبيعوا داك الشيء الحلال وداك الشيء، كلهم يعني لاباس عليهم. راه من تنقول لاباس عليهم راه ماشي كيدخلوا 1000 ولا 2000 اورو في الشهر، راه ضرب على 10000 ولا ما عرف 8000 ولا 12000 ولا 16000 في الشهر. المهم عندهم فلوس صحيحه، يعني باش تتخلص الكرا مثلا واحد 500 اورو ولا 600 اورو ولا 1000 اورو كاع لذاك المحل، ولا 1200 ولا اللي راه والو بالنسبه لهم، هما دوك التجار هما كثار في هذه المدينه هنايا. يعني هذه الحاجه اللي فاجاتني، يعني شنو انتوما دابا انتوما الحي وهذا الشيء وملتزمين اخوانيين وداك الشيء وما باغينش تخلقوا سمحتوا في الجامع تطرق، علاش؟ واخا انتوما ما نعرف اخويا، ورغم ذلك كانت جمعيه داك الشيء، يعني جمعيه عندها انا شنو نقول لكم؟ عندها الامكانيه باش تنظم داك الشيء وتجيب الفلوس باي وسيله تجيب الفلوس، ولو انهم يتفقوا كل واحد يعطي اورو في الشهر وراه يتخلص، حيت راه كثير بنادم راه كثير وراه يتخلص الكرا. المهم ما عليناش في الاخر سيدي، ملي مشى ملي طرق داك الشيء مابقاوش يخلصوا ولا صافي، قال ولا جات ديك الفكره لانهم باغيين يبنيو جامع. شوفوا ما قادنش يخلصوا الكرا، وطرحت ديك جاتني انا قضيه غريبه، وطرحت ديك القضيه ديال انهم يبنيو جامع، انتوما ما كرا ما قدرتش. المهم نظريا انتوما الكرا ما قدرتش تخلصوه وباغيين تبنيو جامع. قال لك حقه وهذه راه يعاونوهم محسنين، هما المحسنين ما يخلصوش الكرا. ايوا سيدي وما بغاوش. سيدي طرحت ديك الفكره وبداو كيقلبوا على اللوكال، المحل فين يتبنى، فين يتبنى هذا الجامع؟ بداو كيقلبوا سيدي، قال لك وما لقاوش. علاش ما لقاوش؟ البلاصه اللي كيمشيو لها، الحي اللي كيمشيو له، الجيران ما كيبغيوش، الناس اللي ساكنين داك الحي ما كيبغيوش. هنا كما قلت لكم واحد النهار في واحد الفيديو، هنا الجيران ديال الحي عندهم واحد القوه ديال التقرير وديال التغيير، راه ما تصورش على بالكم.
راه لاحظ واحد الحاجه ما بغاوش يديروها ما كيديروهاش في الحي. لا قال لك ما لا الاغلبيه ديال سكان الحي قالت لا هذيك الحاجه ما دارش ما كدارش. قالك لا وبانوا في الاخبار هنا في القنوات هنا ديال وسائل الاعلام ديال المدينه اللي فيها انا وسائل الاعلام المحليه هضروا على هذا الموضوع وكيمشيو وحده قالت لهم المهم انا ماشي عنصريه ولكن الجمع ما يدارش هنا في هذا الحي ديالي. هوك نيشان راه ما كاينش دابا نيشان ما بغاوش البلاصه الحي اللي كيمشيو ما كيبغيوش يقولوا حنا الجامع هو اللي ما يدارش عندنا حنا ماشي مسلمين حنا ما باغينش الجامع. وفي الاخر اشنو طرحت ان الفكره ان اقترحوا عليهم ما عرفتش واش المسؤولين ديال المدينه ولا كيفاش انه يدار فين في حي صناعي. فين جا الحي الصناعي خارج من المدينه باش توصلوا على الاقل واحد جوج كيلومتر وعلى حسب فين انت ساكن تقدر خصك 5 كيلومتر توصل له في واحد الحي صناعي القديم اول حي صناعي في هذه المدينه وقديم. واش كاين في هذا الحي الصناعي؟ كاين على الكاميونات وكاين بيع وشراء وكاين الصناعه وكاين الصداع وكاين شوف دابا شوفوا القمه ديال الاحتقار ديال هذه الفئه ديال الناس هذا شتو قمه ديال الاحتقار. حتى واحد ما بغاهم وباغيين يلوحوهم في اخر المطاف ما تبناش ذاك الحي ما ذاك المسجد ما تبناش تما في ذاك الحي في ذاك الحي الصناعي وبقات ولاو داروا واحد اللوكال هاه. اش نقول لكم ما دابا دا مشيت تما راه نتعطل دابا باش نوصل تما نصوروا لكم راه بحال شي كراج بحال شي كوري كيتربى فيه حشاكم من الحيوانات يعني جا ديك البلاصه بعدا جا اش نقول لكم راه الشوها وتما كان بنادم كيمشي يصلي وانا شفتهم مرارا نروح النار دزم تما وشفت واحد كيأذن وصافي وبقات القضيه هكاك. وفي الاخر ولاو كيجيو لهنايا هنا هاد البنايه اللي كتشوفوا فيها هادي شنو هي البنايه هادي؟ هادي تبع البلديه تبع البلديه هنا كينظموا معارض كينظموا حفلات كينظموا كيكونوا محتفلين على شي حاجه كيتغداو كل عرفتي على قاعه هادي قداس راه تهز راه اكثر من 2000 ديال البشر تهز. انا نحاول نصوركم الى بانت شي حاجه هنا قالوا لي راكم كيصليو هنايا ها هو شوفوا الزرابي هنا كيصليو هانتوما هانتوما كما كتشوفوا وصلت ال ها هما كيصليو شوف هنا كيبان القرآن وتيبانو هنا كيصليو هانتوما شوف كيبانو الزرابي تيبانو شوف هنا كيصليو كيصليو نورمالمون راه كانوا كيصليو التراويح في رمضان هنا كيصليو في رمضان التراويح وكيصليو الجمعة هنا كي الفجر كلشي الفجر الظهر عصر المغرب العشاء هنا كيصليو. اشنو واش كيخلصوا شي حاجة للشهر؟ ماعرفتش والله ماعرفتش ماقدرش نقول شي حاجة اللي أنا متأكدش منها. المهم هنا كيصليو ربما في آخر المطاف توصلوا اتفاق مع البلديه وكراتوا لهم كنظن كارينو والبلديه اللي كتبغي تحتاجو كيخويو داك الشيء دوك الزرابي داك الشيء ما كيبقاوش طبيعه الحال. هادشي اللي كاين هذه كنهضر لكم على هادشي ديال داك الشيء ما هو تعبد اما علاقه المسلمين بالسكان الاصليين ديال اسبانيا راه علاقه خايبه صراحه ماشي علاقه خايبه النظره ديال الصبليون للمسلمين خايبه كما كتعرفوا انتم هذا الموضوع هذا كنا كنعرفوه هادشي كنا كنعرفوه. نحاول ندير شي تصور هنا نشوف الى نحاول نشوف كيفاش كنا كنعرفوا بلي راه كاين العنصريه وما كيبغيوش المسلمين من داكشي اللي وقع شحال هادي في 11 سبتمبر وذوك العمليات واخا داكشي هذاك ماشي عذر نورمالمون هذاك ماشي عذر ماشي حيت وقع حتى داكشي تكون ليك كره ولكن هذا هو الواقع هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين الاخوان ما من كيف سمعوا مسلم تيغوبشوا وحتى وسائل الاعلام كتاثر بزاف هذيك النظره ديال الغربيين في الاسلام هذا هو الواقع الاخوان.
اما وحاجه اخرى او القانون الاسباني كما قلت لكم انا شحال اكثر من فيديو. القانون الاسباني راه كيحمي الخصوصيات كيحمي الاقليات، يعني الحريه الدينيه كيضمن الحريه الدينيه للاقليات سواء كنت مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا كافر ما كتامن حتى حاجه، راه كيحمي الاقليات. يمكنش انك أيه كتبقى بعض المرات كاين شي مدن وداك الشيء راه ما القضيه صعيبه، راه باش تبني جامع ولا راه ما يخليهولكش، ما يبغيش يقولك لا بكل بساطه ما يعطيكش لوتوريزاسيون تصرح باش تبني جامع صافي. يكون عندهم داك التيار العنصري. هذا الشيء الاخوان كان فيديو شويه وصلت 11 دقيقه طولت معكم، حاول ما امكن نوصلكم الفكره ديالي هنا، وكنحاول ما امكن نختصر، وكنحاول ما امكن نقول داك الشيء اللي خصني نقول وما ندخلش في مسائل اللي ما تسبب لي مشاكل وداك الشيء راك ما عارف. كنهضر ونقيس. هو هذا الاخوان رانا تعطلت شويه وانا شويه بعيد على الدار وجاي على رجليا ما مشيت في الطوموبيل. كنتمنى ان هذا الموضوع يكون عجبكم، واللي من هنا من هذه المدينه وهذه من ريده اللي بغى يخلي تعليق ولا هذه ولا شي معلومه عنده مرحبا مرحبا والف مرحبا. صافي الاخوان ساليت الفيديو، شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للناس اللي كيخليو تعليق، شكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم، خليت لكم الراحه والله يعاونكم.